في فن التمثيل فيه أدوار بتعمل ممثل وفي ممثلين بيعملوا من أدوارهم حكايه، قيمه، مشاعر، إبداع خاص. النهارده في واحد من الناس معايا فنان شاب موهوب جدا وليه طريقه خاصه جدا في الأداء جواه فنان أظن متمرد مختلف حريص على تقديم شخصيات فنيه متنوعه كان آخرها طبعا شخصية ياسر البرنس في مسلسل البرنس ياسر ده اللي مليان شر وحقد وغل اللي بيمارس الاجرام بمنتهى البساطه حتى ضد اقرب الناس ليه ياسر العاشق الخاين اللي ملوش امان ندلته وسوء سلوكه اللي مع بعض عاملين تركيبه كده معايا النهارده في واحد من الناس الفنان المبدع محمد علاء الشهير بجامايكا اهلا بيك يا اخي ايه ده كله يا اخي ده يعني والله أنا إيه أخي يا اخي ده يا اخي غريب جدا اه تقتل اخوك وبعدين ترميه في السجن وبعدين اقول ايه تعمل علاقه غير شرعيه مع مرات اخوك وبعدين تتاجر في المخدرات وبعدين عايز تقتل اخوك التاني <applause> طب في ايه تاني في الجرايم أسوأ اسوء شخصيه عملتها في حياتي <applause> <applause> اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك, بيك يا دكتور. أهلا, اهلا بيك, بيك. نورتني النهارده وانا سعيد جدا بس عايز اعرف جبت الشر والجرام ده كله منين والله هو يعني ممثل بيشتغل بشخصيات كتير في السنه يعني بيبقى بيبقى ببقى محمد علاء مثلا نقول مثلا اربع شهور بس السنه على حسب الشغل يعني وبتعمل شخصيات تانية بتشوف بتحس مشاعر تانية بتصدق شخصيات تانية الصعب او السهل اللي احنا بنبقى مثلا الفرحه والحاجات خبرتنا الحياتيه بتخلينا نمثلها حلو جربناها الضحك الهزار انما الشر ده المشاعر دي كانت صعبه قوي يعني اول مره احسها يعني انت انا فلت. مين اللي رشحك للدور؟ استاذ محمد سامي كلمني وقابلني وشرح لي الدور فانا حبيت التحدي بس ما خوفتش انت متعود تعمل ادوار مشاعر رومانسيه والحبيب وال ما انا عندي الشغف بقى اللي انا عايز اعمل حاجه مم. بالبلدي كده حرشه يعني عايز اعمل حاجه جماهيريه الناس كلها تشوفني اجرب اشوف نفسي يعني هل الناس هت فعلا هتصدق الشخصيه وانا بلعب وانا كنت بارقو تانجو من سنتين ف فده التحدي اللي انا حبيته اول ما ما خالص اول ما جالك الورق محمد سامي بقى تقولك استعدت للشخصيه ازاي تعاملت معاها ازاي قريت كويس جدا طبعا المشاعر دي ما جربتهاش مش حد جربها يعني انا ما شفتهاش قبل كده فحتى وانت بتحسها في الكلام في في حاجه جديده في 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 مشاعر جديده انا ما ايه يعني حاجه مش مش حلوه خالص يعني حطيت نفسي في مواقف صعبه بصدقها ولازم اصدقها يعني لازم اصدق ياسر عشان اشتغل كده ف مع أستاذ محمد على شكله هيبقى عامل ازاي عملت اضافات في الشخصيه انت يعني اه حاجات بسيطه جدا. زي ايه زي مثلا عنده عصب هنا بيتحرك لما بيتوتر سواء باي بي... نوع توتر بقى بيحب بي... بتلخفن ب... بيتعصب في في اعصابه بتشد في اي في مشاعر بتطلع معينه فبتتحرك كده لوحدها فكنت خايف اللي تطلع كتير بس الحمد لله يعني في ناس خدت بالها كتير اصعب مشهد عملته كان ايه أنا ده بقى الغريب اللي كان كله صعب لدرجه اللي كان في مشهد فيه مكالمه تليفون رضوان رضوان بيكلم اخواته وعرف وبيدور علينا مفيش حد بيتكلم احنا بنتنح فشدة الاعصاب دي قتلة يعني برضه الراجل هيجي مش هيسمي على كل واحد فيهم فحتى المشهد فيش كلام خالص اول ما قال كات كله ريح كده ف يا جماعه احنا ما بنقولش حاجه احنا عصابنا مشدوده كده فكل المشاهد كانت صعبه جدا كلها فيها يعني فيش حاجه هديه فيش حد كان بيفطر كده بيتكلم بيضحك صباح الخير صباح النور مفيش الكلام ده كله كان سخن فكان كل مشهد هام يخلص مريح نفكر في اللي جاي فبرضو ده كان أول مرة تحصل لي اللي أنا أبقى شاغل بالي على طول بالياسر بفكر في اللي عملته قبل كده ب... بس شخصية زي دي يعني فرايد لما بيتكلم وهيلين دايتش ومعمل فونت احنا دايما عشان أنت مهتم بالتمثيل وبتدرس البعد السايكولوجي والاجتماعي آه. للشخصية أحيانا الإنسان عشان يدخل في شخصية صعب جدا ينفصل عنها بسهولة اثنين بيتعايش معاها بشكل ممكن تسبب له آه مرض نفسي وفرويد قال كده قبل أيوة. كده فعلا انت تعاملت ازاي مع الشخصيه دي في حياتك وانت انت بتشتغل وانت بره الشغل انا كنت عصبي جدا يعني كنت عصبي جدا يعني تعبت نفسيا اه كنت عصبي جدا واصحابي ومراتي تقول طب اهدى فكان على طول واخد جنب يعني حضرتك حتى... مقلقش منك لا هي هي يعني هي خفيتش منك يعني مثلا اجي اراجع مشهد مثلا اه فابص لها وهي قرفانه من الحوار يعني من ال... انتوا ايه ده؟ ايه القسوه دي؟ إنت إنت فعايزه تعرف رضوان هيخرج امتى؟ يعني عشان هيعمل ايه؟ يعني انا نفسي ما كنتش هيخش يخرج أيوة يربيكم امتى؟ انا صعب جدا ال... آه. الشر بال... بال وطبعا دي تربيه يعني هو برضه اللي رباه فتحي مش ابوه لو كان اللي رباه ابوه كان ممكن يبقى عنده ذرة اخلاق يقول له مثلا بلاش البنت في الشارع. لكن هو غشيم ما بيفكرش لو فكر ما كانش خان اخوه. يعني التركيبة صعبة قوي. فهو اللي, اللي ما بيفكرش ده اخطر بكتير من اللي بيفكر وبيعمل حاجة شريرة فده برضه كان صعب جدا. صاحب الفضل الوحيد هو اللي كان طيب ومش عبيط. بس كان مقصر معايا قوي 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 يا ياس اه والله ده فتح اخوك يعتبر يعني اول راجل في حياتي بس مش عارفه هيبقى اخر راجل ولا لا رد فعل جالك كان ايه يعني ما توقعتوش ضايقك ما في رد فعل ناجح انت كنت ترندات ما شاء الله في ردود افعال يعني صعبه زي يعني يعني ناس بتدعي ابتدى علي ابتدى على اولادي انت بتهزروا ولا ايه؟ يعني يعني انتوا خلاص العيد هيجي وهننبسط وتفتكروا اللي احنا عملنا عمل الناس كلها فضلت تتفرج عليه ومبسوطه ونجح نجاح فظيع فليه بقى يعني ليه التفاصيل دي؟ يعني حصلت مثلا انت ماشي في الشارع حد عليك؟ اون لاين يعني الناس بتكتب فكنت الاول برد بعد كده قلت لا مالهاش لازمه يعني التوحد اللي حصل ده برضه مؤلم هو طبعا حلو لينا احنا كممثلين اللي الناس تصدق فعلا ياسر يعني في الشارع يعني مثلا كان في مثلا انا راجع من تصوير مسلسل جامع سالم و فاحنا ب ب بنفرش الكرفانات بتاعتنا بتاعت اي تصوير على صف كده فكان في تصوير فكان في مشكله في حاجات وناس بتزعق والطريق واقف فانا عايز اروح انا يعني طب انا عايز اروح اعمل ايه؟ فبكلمهم كده ايه ده ياسر البرنس؟ الدنيا اتقلبت وانا كنت ساعتها بقى تاني تالت يوم رمضان رابع يوم حاجه كده وراجع من تصوير على البيت فمش مصدق ايه ده ياسر ايه ده ياسر هو فخلصوا الخناقه يعني خلاص وبتاع ده الناس دي تبعنا طب ايه ف... فمش مشوا ودوني لحد البيت وصلوني لحد البيت زمامير وحاجات فانا اتخضيت انا ما حصليش كده قبل كده انا ممكن الناس اه تشوفني اه انت كنت حلو في كذا كنت حلو في قوي في كدا. انما فجاه كده الناس بتقول لي ياسر الناس بتقول يا عمري في الشارع ف وفئات يعني مش فئه معينه فانا اتخضيت فطبعا ما بننزلش بنزل... غير في التصوير والاحداث والحظر وكده ف ما توقعتش الموضوع كده كبير قوي كده احكي لي عن كواليس الشغل يا محمد كد... يعني ايه اللي ما وراء الكاميرا؟ ايه الحياه اللي انت كنتوا عايشينها عشان تطلعوا <applause> عمل بالنجاح ده في الاخر؟ احنا اول ما قرينا <applause> اتخضينا الحوار بالسيناريو كل واحد بيعمل شخصيه في مشاهده عامله ازاي اه وده كان صعب جدا ان انت تكسل او ما تجتهدش علشان توصل الورق ده يطلع للنور بشكل كويس فالكواليس كنا كان في انضباط كان في قلق كان في خوف اه بنراجع مع بعض المشاهد على طول اه برضو كان في كورونا والناس قلقانه برده عملتوا ايه <applause> الحمد لله ابتدينا بدري <applause> في اواخر يعني اخر اسبوعين اه ممكن كان بوادر الـ فخلصنا قبل رمضان بعشرين 20 30 يوم حاجه كده دي اللي كان فيها شويه تحفظ يعني انت ما يبقى شاغل بالك وانت داخل اللوكيشن هتعمل مشهد وبتفكر فيه وتتكلم وتتناقش مع المخرج وتتناقش يعني تقعد في في عادتنا يعني في انضباط كده فكان بقى فيه كحول وفيه حاجات و كان احنا في تباعد دهنا ازاي شوف عشان الناس عارفه يعني وكنا لابسين كمامات يا جماعه قبل ما نخش اه فعلا يعني ف دي قللت شويه من التركيز بس كان الحمد لله استاذ محمد سامي كان مركز قوي يعني مهما حصل اي حاجه مش نفس المستوى اللي احنا شاغرين بيه ونفس الشخصيه تبقى إن... ان كاركتر على طول فهو اللي كان بيلحقنا يعني لكن برده كانت مشكله ترش الكرسي اللي هتقعد عليه تعمل يعني كل حاجه الاكل الاكل دي كانت صعبه جدا فوبيا انت عندك حدث غريب جدا في العالم كله فهناكل ازاي ولازم ناكل فاضطرينا كل واحد يقوم طبقه يحطه على السياخ بنفسه والطبق بتاعه ويعمله ومش عارف ايه وجيب اكلك قدامك يبرد تسخنه تاني يعني كنا شغالين شغلانه تانية كمان ما هو برضه احنا عندنا عيال برضه. طبعا عندنا عيال طبعا <تص gravity> كلنا عندنا عيال اه طيب مشاهد اللي انت عملتها مع الفنان الجميل احمد زاهر والفنان الجميل محمد رمضان والفنانه المتميزه روجينا كلمني عن كل واحد عن كواليس الحوارات بينكم وانتم بتعملوا مشاهد واتفاقاتكم مع بعض هنعمل المشهد ده ازاي والله احنا يعني كان محمد سامي بيشرح لنا كل مشهد ايه موقفك فيه حتى لو مش بتتكلم فا والميزة اللي فيه الناس ممكن ممثلين تزهق من ان انت تراجع تراجع تتكلم في تفاصيل دي اللي انا لقيتها غريبة جدا ما فيش اي حوارات جانبية صباح الفل يا رضوان يعني بقابل رضوان على الصبح بقول له يا رضوان فبيكلمني هو بيسلم تعال نقول المشهد فبنقول يعني انت لما بتخش البلاتو بتقول آه يا رمضان يا رمضان يا رضوان اه صباح الفل يا عمر اه بتنداله آه. باسم الشخصيه آه, اه فتحي صباح الفل يا اخويا فاحنا كنا بنتعامل كده ومن بدايه ف ايه ورجينا بتقول لك يا عمري آه برضو آه. تقول لك ازيك يا عمري الحمد لله على السلامه يا عمري ف... ف... فكان الموضوع ده ممتع انت ما فيش اي حد بيتكلم في اي تفصيله بره الموضوع فاحنا فعلا كنت تشوف شكلنا كده فدوى وفتحي و... وعبير و... وعب محسن دي الميزه دي اللي واحد انا عشت فتره اي يعني نعم فيها مشاعر جديده انا ما حسيتهاش في حياتي قبل كده اللي انا ابقى كميه الشر ده والناس اللي بتبص لي اخواتي اللي بيبصوا لي في المشاهد فانت برضو بكل جوارحك كده بتستقبل يعني الناس بتبص لي يعني فاهم انت ياسر ما انت لازم تتضرب بالجزمه يعني فكان صعب قابل بقى اه قابل قابل يعني بتدخلني يا فتحي طيب يا سيدي قابل يعني ف قابل دي جت ازاي؟ يعني دي جت في المشهد انت قلتها كده عفوا ولا ايه لا استاذ محمد سامي قالها لي مثلا قبل التصوير ب 20 30 يوم وهو بيحكي لي على حاجه كده قال لي هيبقى في شويه سنه حاجات هنضيفها هتسخن الموضوع شويه تكسر حاله سنه ف... يعني انت دخلت عند رمضان ضربك رماك من الشباك شب... الشباك قابل لانه فعلا هيقابل يعني هو هي دي اللي... يعني دي جت مش عفويه ما... لا كانت مت... بالسيناريو بالظبط كانت في الحوار آه كان قايلها آه لي ما كانش كاتبها امم قال لي فكرني لما تتضرب وتخش على ألف. تتحدث تتحدف على الارض اه فقال لي فكرني بيها في آه. تفاصيل كده برضو المخرج بيقولها لك بتكتبها انت على طول كويس ساعتها انت يا فتحي صح يعني قابلنا احنا الاثنين بصراحه يا فتحي <تصح> مين شرير اكتر يا احمد انت ولا هو <تصح> هو فتحي اللي ربنا هو <تصح> هو <تصح> هو شرير وحش ايوه أنا بقول له إذا كنت أنت شرير إرادة شرير ده ده ده, ده خانك <تصح> وكان عايز يقتلك يعني دكتور ده ده شرير بطبعه يعني ده جامايكا نفسه شرير ايه ده؟ <applause> يعني هو في طبيعته شرير يا احمد؟ ده, ده, منظر شرير طيب لا 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 خالص ده جامايكا ده عسل ده حبيب قلبي ده الله بس جميل. هو في في المسلسل انا شايف ان يعني وجهه نظر انا ان هو شر من فتح يعني هو شرب منه كل حاجه وخير ما هو بص. ما هو كان لسه بيقول انت اللي مربيه قال لو كان ابوه اللي مربيه كان هيعرف يربيه لكن انت عشان مربيه ما عرفش يتربى ما عرفش يتربى طب وجملة قابل يا احمد بقى دي انت كنت حكيت لي عليها في الحوار بتاعنا من 10 ايام دي قابل دي اصلا اصلا يا دكتور يعني لما لما قالها انا كنت عايز اضحك يعني <تصفيق> <تصفيق> اللي هو بره احساس الشخصيه خالص يعني هو انا كل ما بيقول قابل دي انا بموت من الضحك على فرق. هو كان قايل لي محمد سامي فكرني يوميها فكرني نقولها في مكانها بس انا أيوه عايز اقول لك هي جابت ضحك مع الناس يعني هي <applause> يعني الناس كانت فرحانه بيكوا <applause> ايوه فعلا وكلنا قابلنا جدا جدا والعلاقه اللي ما بين فتحي وياسر علاقه احكي احكي لنا بقى آه لسه كنت بساله على الكواليس اللي بينكم فبيقول لي كان بيخش البلاتو عليك يقول لك ازيك يا فتحي يعني ما يقولكش يا زاهر. ايوه آه ايوه ايوه صح صح كنا ساعات بنقعد نتكلم بعض باسامي الشخصيات علشان ما نفصلش ونبقى جوه الشخصيه يعني بس هو جامايكا يعني بصراحه انا شاهدت فيه مجروحه <applause> آه هو انسان جميل قوي 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 بني ادم جميل محترم آه مركز في شغله عايز يكون وعايز يبقى وهيبقى وبقى خلاص يعني اساسا آه آه فنان حلو يعني عارف يا دكتور لما لما مثل مع ممثل زميل ولقي ان 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 في حاجه انا بقدر اخدها من عينه، آه. يعني في حاجه بقدر اخدها منه بيوصلني احساس منه فانا بقدر اطلع احساس ثاني. طب ايه المشهد يا احمد ومت... اللي انت شفته ان هو من اهم المشاهد اللي عملها معاك؟ ااا آه... متهيألي المشهد الاخير آه... انا شايف ان احنا الاثنين كنا 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 يعني في احاسيس صعبه قوي 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 انهيار الشخصيه بقى يعني في الاخر ليا وليه فكان مشهد صعب وهو بصراحه عمله رائع رائع الله اكبر انت الاستاذ يا استاذ احمد والله يا را... يا عم ما تقولش استاذ احمد ايه بس شفت انت شفت كمان... استاذ احمد دي شفت عامله ازاي اه هو بصراحه <applause> الاستاذ احمد <applause> استاذ يعني الله. يا احمد احمد ملهم طب الله. ملهم طبعا بس <applause> <حبيب> احمد قول لنا <applause> يا احمد كده كلوسه من الكواليس اللي بينك وبينه في المسلسل هو هيقول لنا برده حاجه حاجه يعني مش معروفه للراي العام انا عايز احكي لك ان اول اول ما لما بدات موضوع الكورونا اه ف فجامايكا زامايكا كان متوتر جدا جدا وعامل نفسه ان هو عادي يا جماعه انا عادي انا طبيعي يعني ان شاء الله خير يعني وبتاع بس هو كان متوتر جدا وحاطط في جيبه طول الوقت الكحول وكل ثلاث دقائق يوم راشش آه. فالمهم جالنا مشهد المفروض هناكل فيه اكل آه. فهو اول واحد سخننا كلنا وقال ما حدش هياكل واحنا في كورونا وبتاع وحاجات فمحمد سامي جاء لنا طبعا انا عازلكم يا جماعه يعني انتوا بتتكلموا صح وبتاع بس يعني معقوله ست الفرق قاعدين على ترابيزه اكل ومحدش يوم بياكل خالص هيبقى شكلها منتقد يعني فعمل ايه بقى الصايع الصايع جاب العيش وفي فرن كده قاعد يامر العيش وقعد يقول لنا ايه العيش وهو سخن السخونيه هتلغي اي فيروس ولا اي حاجه فبدانا كلنا نقلده وناخد العيش ونروح نقف جنب الفرن عشان جن نسخنه و... وكلنا عيش طول المشهد انا وهو وادوارد ورحاب وكلنا الفكر ده كله بقى اللي مطلعه جامايكا من كتر الهس اللي كان فيه لا والله كان رعب كان رعب صحيح عموما هو الكواليس الجميله دي آه. احمد انت بشكرك جدا ويعني ودايما كده بتنورنا وبتسعدنا وسلمني على 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 صديقتي العزيزه ليلى لو سمحت ها حاضر يا فندم حاضر آه. حبيبي حبيبي يا جامايكا مبروك يا جامايكا الله يخليك يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ايه مين جامايكا احكي عن جامايكا انا كنت دي جي زمان بعمل حفلات و... سنة 98 كده مثلا فطلع علي الاسم كنت بلبس باريه و... عليه العلم وبرقص شويه بلعب مزيكا ريجي تون يعني بعمل حاجات دي ألعب اعمل مزيكا ما كنتش كنتش بمثل لسه ما كنت, كنت, كنت... راقص لا كنت دي جي بلعب مزيكا جي. وبرقص لما الشوق يجبني يعني <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني ممكن أنا العب مزيكا وانزل اعمل اي حاجه براحتي انا بحب المزيكا يعني بتحب ايه لا انا انا بسمع كتير جدا يعني الليست عندي يعني عندي ليست لكل مسلسل مود اعملها بسمع مزيكا في كل حته يعني حتى الناس اللي بتغني في صحراء في مالي مثلا بسمعهم يعني بيلعبوا مزيكا بطريقه معينه فبنبسط يعني مش مش مزيكا معينه فكل نوع مزيكا في ناس بسمعهم حتى اللي مش مشهورين أنا مزيكا ايه يا احمد عندنا؟ سلسة؟ نزلين مزيكا كده اه هترقص بقى والله يعني مش متكتف إزلق. في البلا لا قوم ولا يهمك والله هي اصلا خطوات السلسة اصلا المشكلة يعني مشكلة في في الصلصه اللي لازم حد لازم حد يبقى موجود معايا فاهم يعني علشان اعرف اعمل الحركات بس انت انت قوامك رشيق فعلا يعني انا اول مره اعرف معلومه انك انت ترقص دي انا بحب المزيكا اه بلعب جيتار كمان يعني بتلعب جيتار آه. كمان هي لازم يبقى في وده برضو في الدراسه لما درسنا مسرح درسنا رقص يعني رقص حديث وتعمل اوفرتيره للمسرحيه فيها رقص و... على اغاني و... يعني تحب تعمل استعراض يعني ممكن تعمل دراما ميوزيكال بعد كده فكر حاجه زي كده والله انا يعني عملت اوديشن لفيلم اجنبي كان بس قبل الكورونا ما اعرفش بقى دلوقتي الموضوع ايه بس كان فيلم ميوزيكال ف ريت بص انا عاده ما بقولش رايي كتير في حوارات اللي بعملها بس بما ان احنا يعني اتكلمنا شويه مع بعض والحقيقه قعدنا شويه قبل التصوير مع بعض يمكن اول مره نتقابل بس أنا الحقيقة من يعني من نظرتي ليك في المسلسل إنك أنت فنان ممتاز الله يخليك وموهوب جدا وفيري تالنتد وبعدين أنا شايف فيك شايف فيك يعني شايف فيك مقاومات لنجم طالع نجم كبير أنا شايف عمر الشريف في شبابه التركيبة دي كبيرة أنا بقول لك الحقيقة عادة ما بجاملش ضيوفي بس أنا بقول لك انطباعاتي ولما شفتك في مسلسل قلت لهم بيمثل السهل الممتنع يعني شوف رد فعلك بتبقى قاتل القتيل وماشي بجنازته عادي أوه. وبوكر فيس على ده مؤلم جدا جدا في الحقيقه ده اصعب انك انت تعمل رياكشن انت ما. تبقى مخنوق او وبتكتم مشاعرك و وبت... يعني في سنه ثبات انفعالي في مشاعر صعبه جدا يعني فده كان صعب صعب يعني لو انا قلت لك اختار لي مشهد انت تحب تشوفه دلوقتي على الشاشه اختار لك لي... تختار مشهد ايه في البرنس والله كلهم في اخر مشهد كان صعب يعني اخر مشهد معانا اخر مشهد كان مشاعر يعني الاولانيه انت بتقول ايه ايه الكلام اللي انت جبته ده وبعد كده بيشوف يوري له الفيديو في صدمه تانية بتفكر في اخوك فتحي دي مصيبه وبعد كده ماتت فانت داخل ما شاء الله يعني محمد سامي كتب لنا لا يعني بس خلي بالك انت لما انت لما, لما, لما وجهك انت ولا على بالك انت ولا فارق ما انت ما خوفتش لا انت ما تهزتش ايوه داخل قال له انت, انت دخلت تقول له ما هو انت عملت في اخوك وانا آه. مش عايز نعمل أخوي فيه اخويا مين اه ايوه صح فكل اللخبطه دي تطلع في مشهد واحد فكنت خايف بصراحه كنت قلقان وانا شايف. المشاهدين برضو عارفين انك انت عملت دور تاني في سالم اه <applause> <applause> الشخصيه <تاعتش تصفيق> انت كنت ازاي بتقدر تلعب الشخصيتين دول في وقت واحد انا ما كنتش ينفع اعمل حاجه جنب ياسر البرنس بس الحظي اللي انا آه كنت مخلص 90% من شغلي في مسلسل برنس وجالي المسلسل فقلت تماما ناقص لي خمس ايام ولا حاجه تصوير م. فاقدر لكن وهو معاه بصور البرنس مستحيل جالي اعمال ما قدرتش مش قادر انت شغال كل يوم ومش مشاهد سهله في العادي بنعمل مشهد في اليوم صعب مشهدين كل ثلاثة ايام نعمل ماستر سين مشهد. لكن كل مشهد فيه عصبيه كل مشهد فيه مشاعر صعبه وكل كل يعني الموضوع سخن من من بالبدايه فكان صعب اعمل حاجه فما خلصت فتره خلصت وقت كبير في التصوير وكان ناقص لي خمس ايام فمضيت جامعه سالم السلبيات أظن أنت عملت تلات مسلسلات في رمضان كانوا في وقت واحد. آه ده بقى اللي كان قلت مش هعملها تاني يعني كنت بعمل حراملك في في لبنان وأبو ظبي بنصور وبعمل زي الشمس الدكتور اللي هو التنويم ومسلسل أمر هادي فإنك تخرج من لوكيشن معاك شنطة سفرك وتسافر وتطلع تبقى وزير الماليه في عصر الـ الـ زمان 1800 وترجع من هناك على ابو ظبي ترجع من ابو ظبي على مصر تعمل دكتور نفساني تعبتني لان خدت مجهود كبير عشان اعرف اقرا بقى شويه يعني سيكولوجي اعرف يعني أنا أقول كلام. ما انا هقول كلام لازم ابقى انا عارف نفسي الكلام عارف انا بقول ايه ما ينفعش اقول الكلام زي ما هو فقعدت اقرا شويه هنا وانا مسافر مثلا قريت حاجه حاجات عن السبكونشس مايند العقل الباطن ازاي اهم حاجه في جسم الانسان ازاي اعرف عشان اشرح للشخصيه اللي قدامي في المشهد بجد يعني لو انا استرسلت انا كدكتور هقول الحقيقه ف... فكنت بذاكر كده فكان مجهود مجهود جه و... و... شكلك ضعفان ووشك تعبان فتعبت بصراحه لكن تفصل بقى ما بين ممثل وممثل دي بقى على حسب ما انت محضر بقى يعني انت مشبع شخصيه الدكتور دي فاهم كويس فيها فهتساعدك فيها عامله ايه الحمد لله ميرسي لا لا ده مش ليكي لا لا بجد ايه ارتحتي لما شفتيه اه قوي كويس كان جواه فضول وجواه اسئله كتير قوي لدرجه ان انا نسيتها من كتر ما انا حسيت ان انا ما فيش اي حاجه جوايا زيرو متأكدة؟ بتسأل ليه؟ يعني مش عايز أضيع وقتي وشايف إن أنا بصراحة ما استاهلش كل ده أنت بص بقى آه. أنا كل إحساس حسيته ليك جوايا نعم كان بجد جدا والله ما أنت بتتكلمي هو مش عايز تتكلمي ليه طيب؟ أيوة بس أنا خايفة إن إحنا نخسر بعض أنا عايزة نبقى أصحاب أحسن صحاب إيه يا مريم؟ صحاب إيه؟ أنا بحبك بحب أشوفك أحب أوصف في عينيكي أحب أتكلم معاكي أحب ضحكتك <applause> بس أنا مريم مريم اللي أخوها واللي قاعدة في مصحة عندها مشاكل كتير قوي بصي عشان تبقي عارفة مريم سالم مريم فؤاد مريم ملهاش ما اسم خالص يعني إن شاء الله فوتنا أنا تمام طب فوتنا بتحب شريف قوي بجد؟ قوي هتديني <تفعيل> وقت؟ لا مسلسلك برضه اللي عملته بتاع سابع جار اه كان من اللي يمكن عجبت عشان فاكك يعني عشان الموضوع واد فاكك بيحب بنته وهي طلبت منه طلب غريب فكل الناس فاكرين ان هو مش هيقدر يعمل كده ففعلا وافق فالقصه كلها كانت يعني جديده والناس حبت تعرف اتجوزها ناس كانت بتندهني كنت بصور مسلسل انا شهيره انا الخاين فكان بتندهني تقول لي اتجوزها اتجوزها بقى يا اخي بقى انت حرام عليك اتجوزها فدي ف... برضو بدايه الل... 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 اللي انا احس بالشارع برضو يعني بنعمل شغل كتير وساعات ما بتلاقي مثلا كل فين وفين حد بيقول لك اه الشخصيه دي كانت حلوه لكن تنزل والناس تتجمع وكده برضو سبع جار عمل لي لاب حلو قوي في ال... في الشغل شايف انك انت اتاخرت في الشهره يعني انا الحقيقه بسترجع دلوقتي بالذاكره والذاكره ما خانتنيش دلوقتي م. سبحان الله انا فاكر ابويا الله يرحمه انتج فيلم من الافلام المتميزه جدا اللي هو كان سعيد جدا وانتج اسمه واحد سفر ايوه وكان اخراج المخرجه المتميزه كامله ابو ذكري وانت كنت طالع في الفيلم بتحب نيلي كريم أيوة مظبوط ايوه وتعرضت لتعسف ومشكله في الفيلم وكذا وقضيته بشكل رائع الحمد لله الحمد يعني لله انت راجل قديم اه بقالك يعني 14 سنه تقريبا اه يعني بقالي فتره يعني الفيلم ده اصلا فيه مع الاستاذ ممدوح ليس الله يرحمه لما رحت له المكتب فانا رحت أستاذة كامله الاول فقالت لي انت انت حسن خلاص انت حسن فديتني كده طاقه فظيعه فروحت المكتب وهو وقفني قدامه وقال لي انت حسن ازاي؟ رايح له بقى جامايكا ويعني الثاني بتاع فول يعني فعايز يعرف هتعمل يعني كامل هتعمل فيك ايه؟ فقال لي لا استنى راح مكلم أستاذ كامل ابو ذكر قال لي بتاع فول ازاي ده يا كامل؟ ازاي؟ فكان في تحدي فجه يوم التصوير نازل من الكرفان انا وازيك استاذ ممدوح ايه يا ايه اهلا يا حبيبي ما عرفنيش نازل بشنب وشعري مقصوص قصه مش مظبوطه يعني غير جامايكا خالص خالص ازيك يا حبيبي فانا داهتني تاني قلت لي لا اهو حسن اهو ف... الحقيقة انت عملت دور حلو قوي الحمد لله كان في البدايات السؤال اتاخرت بقى يعني حاسس النهارده انك انت الشهرة اتاخرت عليك ولا كان في حياتك فرص كتيره ضاعت مثلا كانت ممكن تخليك نجم صف اول النهارده هو لو كل واحد ياخد نصيبه يعني بس انا شايف لو كانت جات لي يعني انا مش شايف الموضوع اتاخر انا يعني لو كانت م. جات لي مثلا في فتره معينه ممكن ابقى مش بالنضج الفني والخبره اللي تخليني اقدر أه اعمل كده <applause> وساعتها بقى أفتح أي شغل تاني بقى أسيب المهنة لكن أنا مش شايف الموضوع اتأخر أنا بقى لي كتير وأنا فخور بده أنا خريجي 2004 يعني اشتغلت من أول حاجة 2005 درست إيه خريجي؟ درست تمثيل وإخراج في جامعة 6 أكتوبر فأول دفعة في الجامعة ما كناش عايزين يفتحوا قسم كمان يعني من طلعت عيط للدكتور احمد عطيه قلت له دكتور انا انا جاي من حلوان وعايز انا قسم مسرح لا خش اي قسم تاني خش علوم سياسيه خش فقلت له لا انا جاي عشان ده فقال لي جمع 30 طالب من القسم سنه اولى كليه العلوم الاجتماعيه لو 30 طالب موافقين هفتح لكم القسم فقعدت بقى اتوسل للاصدقاء وجبنا 32 طالب وفتحنا القسم اول دفعه في الجامعه وبقت وكان بقى اللي بيتخرج ياخد كارنيه نقابه وتعادلت وبقت الحمد لله يعني دي بدايه التمرد بتاعي يعني لكن النهارده بعد البرنس شايف المستقبل إيه بقى؟ شايف النجومية قربت؟ أه أنا مش شايف إن تاخد أنا مسلسل بطولة محمد علاء لوحده قرب؟ أه طبعًا. طبعًا. يعني أنا بشوف ده في الناس هي اللي بتديش. تعرض عليك؟ الناس اللي بتجيش أه. يعني اتعرض عليك؟ أه تعرض عليك من سنة سنتين، سنة ونص. قبل قبل البرنس آه أكيد بعد البرنس هيكون في أه في في كلام حلو قوي. ف وطبعًا دي حاجة مرعبة يعني انك تتقدم بس الناس هي تديك الطاقه دي يعني الجمهور بس هتقدم شر تاني ولا خفت بقى من تجربه ياسر البرنس والله تجربه ياسر البرنس تجربه يعني خضتني انا انا استمتعت جدا بالناس شافت الموضوع وصدقتني ياسر البرنس لحد دلوقتي بيقابلني حد بيوقفني في الشارع تفضل يا عمري كنا يعني في الشارع فلحد دلوقتي الناس عايشه مع ناس لحد دلوقتي الناس بتقول لي والله زهقنا عايزين عايزين نشوف عيله رضوان تاني نكمل ف لا الناس بتديك الطاقه دي اللي بتديك الثقه ان انت تقدر تعمل حاجه لوحدك يعني بمناسبه رضوان محمد رمضان كان دايما من الاتهامات اللي بتوجه له ان هو دايما الفنان اللي يحب يطلع النجم الاوحد من الجلده للجلده التجربه بتاعه البرنس يمكن تجربه, تجربة مغايره شويه هو هو رد بقى عن البطوله بقت جماعيه شايفها ازاي ذكاء يعني ممثل مهم ذكاء مؤلف ولا مخرج ولا ذكاء البطل نفسه محمد رمضان محمد سامي حاله خاصه كاتب حاجه عبقريه من الجلده للجلده ويعني ف... ما شاء الله الله اكبر عليها أه محمد رمضان أه اي حد أه في بطل من حقه انه يقول رايه من حقه انه يشوف ممثلين أه هيطلعوا قد ايه وهيعملوا ايه أه محمد ذكي جدا انه وافق على البرنس واشتغلوا وحب الموضوع وحبنا وكان بيضيف للممثلين كتير يعني كنا احنا بن... بنحاول نفك مشاهد او حاجه كان بيشوف حاجه قدام حد مثلا محتاج جمله او حلوه الجمله دي لو اتقالت كان بيقول اقتراح للناس ما كانش الموضوع كله زي ما الناس كانت متخيله انا برضو كنتش عارف محمد يعني ما كناش اشتغلنا مع بعض خالص فانا داخل المسلسل ما عايز اعرف ايه الاخبار ف الموضوع جميل جدا وممتع وزيه زي اي زميل وشغالين بنفس الطاقه بنفس الحب وما كانش طلع المسلسل كده يعني لو كان في بس حد في فايب مش حلو كده حوالينا ما كانش طلع المشاهد دي كده مستحيل يوم الضرب ضربك بجد ولا كان طبعا في تروكاج معمول في الموضوع طبعا الاوضه كلها تروكاج آه الاوضه كلها كانت اتخبط في حيطه ما فيش يعني ما فيش حيطه الدولاب حاجات تروكاج كله فده الموضوع وبعدين محمد سامي كان خايف ان الرياكشن يتخبط او رياكشن حد او يعني ما فيش حاجه اسمها حد يلمس إن مش هنكمل المسلسل يعني لو جالي اداني واحده في عينيا مثلا ولا وخلاص هنقف بقى تصوير لحد ما عينيا تهدى اه ونكمل فدي مشكله. ثاني <تصفح> <تصفح> حاجه ازاي تتضرب وازاي تتحرك فعلا صح قدام <تصفح>. <في> الكاميرا <الحلقة> ده بس انت خدت حته دي نحلقها اه اه كسر الاوضه عليه يعني من هنا على هنا على هنا على هنا فانا اقول لك تقول احمد زهير انت انت في الخارج يا يعني عم انت في الشارع ما فيش علاقه ف... حقيقيه خدتها زي كده في حياتك؟ اه اتخانقت كتير يعني احنا صغيرين الموضوع كان كتير اه في خناقه اه رايح افضي خناقه يعني رايح تضرب ولا تتضرب؟ لا هو 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 مثلا انا برضو الطول بيفرق يعني الطول برضو بيدينا ثقه حلوه ف في خناقه آه رايحه في مصالحه في ناس قالوا تعالوا نتصالح وقدموا قدموا الحسنى يعني فرحنا نتصالح ثلاثه وهم كانوا 30 مثلا فما كانش تصالح كان يعني كان كان في غدر في الموضوع ف دي يعني حصل خناقات بس انه هو يبقى في مكان وبيتضرب كده وما بيقولش بيردش لا ويقابل <applause> اه لا, <applause> لا انا انا كنت بصراحه يا لا معلوماتي عنه النهارده يا جماعه ان هو راجل جيتاريست اوكي عرفناها وجامايكا راجل دي جي جامد جدا جدا وممثل ممتاز جدا لكن كمان اللي يمكن كتير ما يعرفوش ان هو لعيب كوره شاطر جدا وكان لعيب محترف ولعب في نوادي يحكي لنا بقى حكايته احكي لي حكايتك ايه مع الكوره بالظبط الكوره <applause> انا بحب الكوره اي مصري بيتولد بيوصل لسن الاعداديه خلاص هو ممكن قبل كده كمان انا يعني بلعب كوره في كل حته فزمان احنا كنا في الشوارع بعد كده لما لعبت في نادي في حلوان ابتدى الموضوع <applause> يبقى حقيقي وفي حكم واقف بيحكم انت بجد فكملت في كوره ولعبت وكانش معزوز محظوظ يعني رحت ال مصري القاهري اتحاد الشرطه اه شارع الدخان كابتن احمد يسري مع كابتن زيزو في المقاولين كان شافنا في ماتش اللي بتعملوا ايه هنا حبيبي تعالي انتوا ايه اللي بتاع يعني كان في في مركز كده في حلوان وكان بنلعب المقاولين فقال لنا انتوا بتعملوا ايه هنا تعالوا لي المقاولين فحصل لي اصابه بقى في رجليا الشمال فما عرفتش اكمل بصراحه ما كانش في بقى كان الناشئين كده ايه مش زي دلوقتي مش فيش احتراف كان ناشئين يعني اللي اتخبط خلاص تعالج نفسك بنفسك يا يعني بتشجع فريق ايه؟ انا الاهلي مانشستر يونايتد يعني فيك, فيك شبه من محمد صلاح ما فكرش تعمل قصه حياته مثلا؟ ده ده حلم يعني محمد صلاح ده يعني يا ريت بس لو 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 ينفع يعني يعني كان نفسي اعمل فيلم بتاع استاذ احمد مدحت أه العالمي كان نفسي انا غيرت من الدور انا بحب كوره غيرت من يوسف الشريف آه, اه اه يعني انا, ب... أنا بحب الكوره و, و... بلعب كوره ونفسي يعني كنت كامل في طيب يعني يا عم ادي الكوره اهي ورياها حضرتك كده اتفضل ف... ف... كابتن محمد علاء ياسر البرنس الشهيد <applause> في جامايكا <applause> <applause> الكوره يعني طبعا عشان بس الجزمه الغريبه يعني فهي بس الواحد كان انا كان نفسي اكمل في الكوره بصراحه الجزمه نط انا هعدي لك يلا يلا بالكره دي اه طب ما تيجي طيب لا انت بقى تنط عشان ثلاثه امم بس الكره دي يعني ايه كنت بلعب بقى يعني كنت مهاجم يعني متأخر اه دفاع بتلعب يعني بيسندوا بي 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 عليا اه يعني اقدر اه لا اقدر استلم الكوره واوديك آه. تاني اودي الوينج اودي أو اودي محمد صلاح عادي فدي برده كانت ميزه كانوا فاكرني مزور في في النادي لعبت مره ماتش في النادي الاهلي آه. وجبت جول في شريف اكرامي كان ماتش ودي كده فكابتن ميمي الشربيني وكابتن شطه ندهوني فانا قلت بس انا هلعب انا كده خلاص بقى انا هلعب في الاهلي ندهوني دي حاجه كبيره جدا فرحت وقال لي انت, انت انت مسنن يا كابتن فانا مش فاهم انا في سني مش عارف يعني مسنن انت مسنن قلت له مسنن ايه يعني مش عارف تفتولي قال انت قال لي انت عندك كام سنه مزور فخضني فكان في سني انا طويل فشكلي مزور يعني هو بالنسبه لهم اي حد كده شكله لوحده كده يبقى مزور فدي برضه كانت ميزه انا كنت طويل في جيلي يعني اكيد اكيد الطول ده بقى بالنسبه لك اكيد خدمك في كتير في حياتك ها اه طبعا هو بيضايقهم في التصوير شويه يعني ممكن يظبط المشهد واجي اقف يقول لي لا اقعد بقى شويه عشر دقائق كمان لغايه ما يرفعوا الاضاءه شويه او يغير عدسه يضطر يعمل حاجه علشان يظبط الطول او يقعدني اصل انت كنت طويل وروجينا قصيره يعني ومع ذلك ما بانش قوي ده في التصوير الحقيقي يعني دي بقى المخرج بيشوف الكومبوزيشن شكله عامل ازاي ويحاول يوفق يعني فتلاقي الموضوع يعني انا لو قاعد هبقى طول ابص مثلا على طول بقعد ف مش باين تكوين الكادر باين فين اه بس انتوا قاعدين يمكن ما يبانش اكتر لو لو واقفين حتى الستايل لبسك شوف لبسك لابس ازاي غير اسود مع سلسله مع جاكيت جلد يعني انت كنت حريص على الشكل كمان بتاع شخصيتي ياسر ما هو لازم تكسر شويه يعني في ستايلست ولا اخترعك انت اللبس ده؟ في ستايلست في ستايلست اه طبعا وبرده استاذ محمد سامي خدنا رايه في الاول يعني قعد يقول لنا انا محتاجه أشوفه عامل ازاي ولبسه ايه فده برده كان مريح انك بيشيل منك بيهدك شويه بيفكر معاك فدي برضو ميزه المخرج يفكر معاك ويديك حاجه حوار ممتع م. فدي برضو بتشيل منك مجهود كبير في البيت وبتركز في حاجات تانية فتبقى جاي فريش فدي بتفرق جدا في المسلسلات م. بيبقى الشغل كتير خلينا نروح معاك شويه للجانب الحياتي في او الانساني في حياتك اولا انت عملت ايه عامل ايه في ايام الحظر دي؟ عايش حياتك ازاي؟ والله ما انا نفسي اقابل صحابي يعني نفسي اقابل صحابي و... ونهبل بقى نفك يعني نعمل خلاص اي حاجه يا عم هتهبل قريب ف... قوي <applause> ف... ف... ف مخنوقه شويه ب... بش... يعني بشوف لكن وال... اللي فات عملت فيه ايه اللي فات ب... 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 في البيت يعني في خلاص البيت. بقى في البيت قاعد في البيت ما بتقابلش حد بتشوف يعني انت مثلا الناس كلها تعلمي حاجات غاليه في الحظر انت ايه اتعلمته في الحظر لا انا ممكن اكون طلعت الجيتار مثلا شلت من عليه تراب تعالى بقى يعني نفك شوية ما عنديش مذاكرة لحاجة ما فيش أي عمل بعمله فممكن أفك شوية أسمع مزيكا كتير أتفرج على أفلام أتفرج على مسلسلات ما شفتهاش يعني ب... طبخت أيام الحاضر كنت بتطبخ في البيت؟ أنا بعرف بعرف مم. طبخت يعني... إيه؟ لا أنا وأنا في حاجات معينة ب... بعملها حلو مم. يعني ممكن أعمل فول أحلى أكلة بتعملها الفول؟ يعني من اه من احلى اكله بعملها يعني طبق الفول بعمله ده مش اللي بياكله بيعيط اللي يعني بتعمله ازاي يعني بقدونس <applause> بقى وطم... وتم... يعني في تفصيله كده بعملها وط... وط... وطريقه الطبخ نفسها يعني ايه قبل ايه قبل ايه فاهم دي لقيت دي برده خل... طب قول لنا ايه قبل ايه احنا لسه في الحظر أول الناس برده اسمعوا طيب هو عامه بطل... يعني انت مثلا عايز يعمل فول اجيب يعني بش... فول عادي أه. وقطع شويه بقدونس حلوين فصنتهم صغيرين مش كتير عشان حاجات نقطتين ثلاثه ليمون آه الكمون كمون آه شطه ملح ده المكونات اللي بتعمله ازاي بقى تحط ال الزيت فين؟ اه تحط نقطتين زيت زيت ايه آه بقى؟ زيت آه عباد شمس اه ولا حار؟ لا ولا زيت زيت زيتون, لا زيتون؟ لا زيتون بيتحرقش زيتون لو, لو لو تسخن يبوظ يأكسد الزيتون بعد ما تخلص ترش لكن هو زيت آه عباد شمس عادي و آه وتوم واول ما تحط الثوم تشم ريحه التوم تحط البقدونس اول ما تشم ريحه البقدونس تحط الطماطم يعني في تفاصيل كده غريبه لا لا ومعلومه الزيتون دي تاكد انت طباخ شاطر آه. معلم يعني <تصفيق> آه <تصفيق> وبعدين فبس بس وتوطي النار بقى وتحط الفول وتسيبه شويه والبهارات دي اخر حاجه خالص ما تحط بهارات يعني و ولسه الاكل بيستوي عشان البهارات برضو بت 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 بتمرر الطعم في حاجات بس لا بعمله في ناس بتكلمني اصحابي يعني والنبي عدى علينا عمل لنا حلق واتكل على الله يعني دي برده من الحاجات اللي كويس. طيب بيتك بقى مين اسرتك بقى؟ مها مراتي وعبد الله كام سنه متجوز انت؟ 11 سنة عندك أولاد مين ومين؟ عبد الله وعالية عمرهم قد إيه؟ 11 سنة، عبد الله 10 سنين وعالية 6 ونص المدام؟ اه وده ابنك؟ ده ابني اه عبد الله بنتك؟ رحي. اه الحنان بقى أنا. في حد فيهم عنده التالنت بتاع التمثيل؟ والله عبد الله عايز يروح معايا يعني عاجبه جدا الموضوع وعاليه بتمثل علينا يعني عاليه بتمثل علينا كويس بصراحه واللي بقى لما شافوك في ياسر برنس خافوا منك؟ الاولاد هو انا ما خليتهمش يشوفوا يعني هي بس شافتني شافت مره عاليه انت قلت لي انت ليه عندك احمر هنا ليه ايه اللي حصل فقلت لها ما فيش يعني انت كنت مانع اولادك يشوفوا المسلسل اه هو كان هم اصغر من كده يعني هم اصغر من كده شويه يعني قلت لهم في البيت ايه لما يجي المسلسل مش ما حدش يتفرج اه قلت لها لما ما ابقى بره ما اتفرجهمش شوفي انت بقى اون بعد ما يخلص او اي حاجه بس ليه مش سنهم يعني برضه احنا فوق ال 12 13 سنه ولا خايف ان هم يشوفوا ابوهم في شكل مش كويس لا هو بيسالني عبد الله يقول لي انت تعمل دور ايه اللي جاي فاقول له اعمل دور اسمه مثلا شريف فيقول لي شرير ولا طيب فاقول له شرير يقول لي ليه يعني كان مره كنت عامل شخصيه في الاعلى سعر فروحت له انا بعمل دور الدكتور عبد الله يعني اسم عبد الله قال لي فرح جدا فشرير وزعل بقى لما عرفنا شرير يعني هو ما بيحبنيش هطلع شرير يعني فما خلتش اتفرج على البرنس ده في المدرسه ده حد قال له حاجه المدرسة قافله اه اكيد بس حد كلمه قال له حاجه يعني على السوشيال ميديا اكيد اه اونلاين كمان هو بيكلم اصحابه في المدرسه قال لك ايه بقى لما عرف انت عملت ايه قال لي ياسر بيقول لي فين ياسر فين ياسر اه <applause> فهو ما شافش ياسر للاسف يعني هو ممكن الناس تشوفه بس هو ما شافوش يعني انا خفت عليه بصراحه طب دام عندك يا ترى لما لقيتك اتضربت معلوماتي من العصفوره قالت لي انها كانت فرحانه فيك جدا انك انت اتضربت هي كانت عايزه تشوفها تضرب امتى يعني هي كانت وهي بتقرا الورق ايه ده ده هيطلع امتى من السجن ده هيطلع فعماله تقلب في الورق وتقرا معايا فمستنيه رضوان يطلع هو ما يطلع يعمل ايه قلت لها استني طيب يعني هي وقت ونراجع مع بعض فشافتني وبقى يعني مبسوطه قالت لي احسن تستاهل فقلت لها مش انا لا تستاهل المشاعر دي طلعت مني فدي برضو انت عملت حاجه غريبه انا نفسي حسيت مشاعر غريبه جدا حسيت مشاعر مجرم مع يعني انا برضو ما يعني اه ممكن اقول لها انا انا فرحان قوي انا مبسوط انا نجحت ابني نجح فنعمل المشاهد دي في تمثيليه تبقى انت عملتها قبل كده انما انا قاتل وانا ناس بتبص لي كقاتل المصورين تقول لي يعني انت تقريبا. كرهت نفسك في الدور لما جدا جدا يعني حاجه تقيله يعني فاهم المصورين اخلص المشهد ايه المشهد ده انت ازاي جالك قلب تعمل الرياكشن كده؟ يعني فبرضه انت بتعمل مشاعر انت جديده يعني حاجه صعبه جدا الواحد يدوق مش يعني مشاعر مجرم فصعب جدا صعب بس الحمد لله قعدت على خير الحمد لله الناس انبسطت انا عايز اقول لك انا مانع عنك الناس اللي انا في البلاتو كلهم خلي بالك يعني يا. انا بلغت عنك الشرابيه و... خلي بالك <applause> دخلنا بقى فقره الاسئله السريعه كده عايز تجاوب عليها من غير ما تفكر اتفقنا أوكي. يلا. مين المخرج اللي كان هيعمل لك عقدة من التمثيل ما حصلش الشخصية اللي ترفض تمثلها مهما كان الإغراء المادي أه شخصية أخوان دور ندمت عليه جدا أه مسلسل الحارة أخر مرة بكيت فيها من الحزن أه والدي الله يرحمه ايه أول حاجة هتعملها بعد حظر الكورونا ما ينتهي هلعب كوره هل في شخص اهانك وما عرفتش ترد له الاهانه ومتضايق من الحكايه دي ما حصلش خالص لا لا انا برد على طول دي مشكلتي في ناس شايفينها مشكله امتى حسيت انك انت بتكره نفسك وانا بعمل ياسر البرنس عاده تتمنى انك انت تتخلص منها التدخين. حد زعلته عاوز تقوله دلوقتي انا اسف أه... أنا آسف لو في حد زعلان مني بس أنا معرفش أنا يعني أنا بحس نفسي يعني ضميري بيأنبني بسرعة أنا ممكن أبقى بتعصب بسرعة جدا وأقول حاجة لا تليق بمين مين هو هتعتذر لمين؟ لأ لو آه حد أعتذر واحد. أعتذر آه وأنا صغير وأنا صغير أعتذر لأستاذة سعد يونس كان وأنا صغير بعمل فيلم عندها اسمه فيلم الشياطين وكلمني الصحفي و كان صديق ليا من زمان من مدرسه وقال لي ايه رايك فانا كنت متضايق جدا وقعدت اكلمه كصاحبي يعني فهو كان خد الكلام ده كله كتبه في المصري اليوم وزعلت مني جدا يعني كانت كانت هي شايفاني من زمان ان انا ليا مستقبل وكانت محمد ده بتاعي فلو فهمتني يعني غلط الموضوع ما وصلهاش ما عرفتش أوصل اوصلها لحد دلوقتي من 2007 مثلا لو هي فاهمه حاجه تانية او حد قال حاجه تانية لا هو ده اللي حصل انا بعتذر لك يعني. اسعاد يونس بنقول م. لك ان محمد علاء بيعتذر لك على حوار 12 من 13 سنه انا واثق اسعاد طيبه وهتسامح أو اه طبعا أستاذ. حصل ورحت الدكتور نفساني؟ لا كلمت الدكتور نفساني عشان افهم إيه, ايه اللي بيحصل. افهم ازاي اتكلم وانا بعمل شخصيه دكتور خالد في زي الشمس ازاي فكلمت الدكتور نفساني ففهمت حاجات استغربت جدا ان هي مش بتدرس. أنا شايف اللي دي لازم تبقى إجباري، الناس تدرس مبادئ علم النفس في ال... فتبقى إجباري في ثانوية عامة والناس تفهم، أنت ممكن يبقى عندك تالنت وأنت مش عارف تطلعها، ربنا عادل مدي كل واحد حقه فممكن الناس تعيش وتموت من غير ما تكتشف هي تالنت في إيه، موهبة في إيه يعني، فعرفت إزاي ال... ال... تتحكم شوية في في مشاعرك وت... وتخلي العقل الباطني يصدق إن أنت هتبقى نجم في يوم من الأيام ان في ناس بتصدق اللي هو عمرها ما هتبقى كذا فيحبط نفسه خليه يبقى محبط خالص وهو شاطر فيفضل كده هو اللي عمل كده في نفسه مش المجتمع ومش اي حاجه خالص هو اللي صدق انه ما ينفعش يبقى مدير فالعقل الباطن ده احنا بنديله معلومات فانت لو سعيت كل يوم قلت انا هبقى مدير هبقى صاحب الشركه دي كلها صدقني هتتعامل مع كل الناس على انك هتبقى مدير في يوم من الايام فهيشوفك المدير مدير يقولك لك الولد ده شكله هيبقى مدير انما في ناس بيبقى لا ده ما عمره ما يبقى كذا هو اللي عامل في نفسه كده فده كل ده احنا اللي بنعمله في نفسينا بقعد اصدق ان انا دي مش هتحبني فافضل بقابلها لانها مش هتحبني خلاص انا خلاص انا خلاص عالي باطن تصدق ان هي مستحيل تحبني فتقابلها وانت مطاطي كده و منكسر ومنكسر ومنكسر انما لو قلت, قلت, قلت هتحبني هتحبني هيجي لها يوم هتحبني هتفضل مقابلها كده فريش فاهم فتديك كده ثقة فهل هل فكرت في يوم من الأيام تعتزل؟ الفن؟ اه؟ لا، جراي حاجة لم تفقد الأمل في يوم من الأيام إنك أنت ممكن توصل؟ لا أنا اشتغلت أول حاجة 2005 و في ناس تقول لي هي الحمد لله جات لك وهتجي لك ما تقلقش أنا مش قلقان، الناس بتت... ما تقلقش أنت تعبت وبتاع ده ده فخر الواحد تعب وأحب حاجة تعب فيها فبمثل بمثل من زمان ما يأستش شفت ناس حصل لها يأس فظيع فأنا ما يأستش واثق ومكمل ومركز و... وإن شاء الله أقدر ألاقي حاجة أكمل أكبر من المستوى اللي الناس شافوه رسالة عايز توجهها للشخصية اللي صورتها هتظهر على الشاشة دلوقتي أمي ست الكل أنا من غيرها مسواش يعني ربنا يحميها ربنا يحميها يعني اتعلمت منها ايه؟ الحنيه طيبه واخدة بالها منك لحد دلوقتي المفروض احنا اللي ناخد بالنا منها ف انا يعني من غيرها ما ما سواش بجنيه بجد يعني ربنا يحميك يا ست الكل عملت فيك ايه لما عملت البرنس؟ ليه يا حبيبي يا حبيبي ليه بتعمل كده؟ يعني انا قلت لها يا ماما ما تفرجيش يا ماما عشان خاطري هتشوف حاجات انت مش هتصدق... مش هتصدقيها يا ابني ده. فقلت لها ما تتفرجيش فاتفرجت كده يا حبيبي كده وزعقت لي في حلقات قلت لها انت كده بتزعقي طب اللي جاي هنعمل فيه ايه؟ يعني انت بتزعقي لي في اول حلقتين. بقول لها مش عارف ايه ده أنا ابوك هيحصل له حاجه هتعمل ايه؟ هنورث هنعمل ايه؟ ليه يا حبيبي كده؟ قلت لها انت جاي تتكلمي دي؟ انت ما شفتيش حاجه يا امي طب استني ما تشوفيش والنبي فشافت و... وتعبت وبكت و... يعني كان صعب ان برضه بتصدق زعلت منك؟ لا ما زعلش مني ما تزعلش مني يعني هي اللي, اللي عاملاني فهي عارفه ابنها يعني هي ممكن تقول اتخضت اللي الواد بيعرف يعني بيعمل رد الفعل الشرير ده ما شفتوش على محمد قبل كده فكلمتني وعاتبتني حبيبي في حد يعمل كده في اهله يا حبيبي فحصل يعني فالياسر ده لخبط لي دي الدنيا شويه هي المفروض تفخر بيك وانا بقول لها ابنك ما شاء الله فنان ممتاز ومتميز هيبقى له شأن كبير وتحياتي لحضرتك جدا حبيبتي ربنا يخليكي محمد بيحييكي بالظبط الحمد لله الحمد لله هل لديك أقوال أخرى؟ أنا شرف لي أنا جيت عندك هنا بصراحة يعني أنا إن شاء الله الخطوة دي اللي جاية مش هتبقى أقل من اللي حصل في رمضان وده إن شاء الله هنضحي بأي حاجة يعني إن شاء الله بإذن الله نخلي الناس في الثقة دي تكمل علشان نوصل للنقطة اللي احنا بندور عليها ان شاء الله محمد علاء انا سعيد جدا بلقائك النهاردة انت من الفنانين اللي انا بشوفهم رائعين في ادائهم وصادقين جدا حتى وان كنت بتعمل الشر فقد اجدت في اداء الشر بشكل متقن جدا لدرجه احنا كرهناك وصدقناك لكن بالتاكيد انت انسان فنان موهوب وجدير انك تعمل كل الادوار وانا واثق ان الفتره الجايه هنقعد تاني ان شاء نتكلم على اعمال من بطوله محمد علاء باذن الله باذن الله ان شاء الله اشكرك جدا نورتني وشرفتني ومبروك ربنا يخليك يا دكتور كان معاكم خليك. الفنان الجميل آه الشهير آه ياسر البرنس الشهير بجامايكا لكن هو في الاخر اسم اتصور هيكون علامه يعني علامة للفن المتميز في الفترة اللي جاية إن شاء الله وانتظروه نجما قادما بقوة إن شاء الله فنان الجميل محمد علاء كان معاكم النهارده في معايا قصة إنسانية غريبة مش بنسمع ولا بنشوفها غير في الأفلام يمكن قصة ممكن نقول إنها مستحيل إنها تحصل لكن الواقع أغرب وأقوى وأعجب من الخيال قصتنا النهارده عن شاب كان غايب عن أهله لمدة 24 سنة أيوه 24 سنة وفجأة يشاء القدر إنه يرجع لهم تاني بالصدفة البحتة بعد العمر الطويل ده. القصة دي بتقول لنا إن مفيش مستحيل وإن الغايب ممكن يرجع ويعود لأهله مرة تانية مهما طال الزمن. تعالوا نعرف الحكاية من أولها وبكل تفاصيلها من بطلها المهندس أحمد. هو احمد تقريبا جالنا سنه 92 او 93 وكان عنده تقريبا اربع سنين ودخل اه حضانه تابعة لل او قريبه من الجمعيه وكمل اه فيها لغايه ما قدمنا له في مدرسه وكان هو بصراحه يعني في وسط اخواته اكثر التزاما في المدرسه ربنا كرمه ودخل كليه هندسه وخلص كليه هندسه وبقى حد كويس وبدا بعد كده سعيه ان هو يدور على اسرته اللي هو كان اه نفسه يلاقيها ايام ما كان في الجمعيه. وكانت مفاجاه بالنسبه لاحمد وبالنسبه لنا ان بعد السنين دي كلها ان هو يقدر يتوصل لاهله وان هم بالفعل كمان يقدروا يتوصلوا ليه. وبدا لما يكبر شويه بدا هي اللي اثر عليه موضوع ان هو ملوش اسره فبدات تاثر عليه نفسيا شويه لكن كان عنده طموح في أنه هو, هو يستكمل تعليمه أنه هو يبقى شغال جنب التعليم وبجانب الكليه دي كان عنده برضو يعني بيقول كبير قوي أنه هو يبقى ليه عمل بجانب الدراسه علشان يقدر يكون نفسه ويبدا ينفصل عن الجامعيه ويعتمد على نفسه بعد كده في يوم من الايام حضرت للدار سيده متبرعه وكان لديها عندها رغبه ان هي تتكفل احد الاولاد فاتعرض عليها بعض الاطفال فاختارت احمد تحديدا يعني بدون معرفه ايه سبب معين لكن حست بقبول او ان الولد دوت مرتاح نفسيا او ربنا ليه حكمه في كده وكفلت فعلا احمد وطول الفتره وجوده في الجمعيه لحد ما تخرج من الجمعيه وهي كانت بمثابه ام ليه وبترعاه وكان بيروح يزورها في البيت باستمرار وكانت من الناس المميزين فعلا في كفاله الاطفال اهلا بحضراتكم مهندس احمد واذن و وخيال حضرتك اتعرف عليك ناجح احمد ناجح خال احمد طيب ممكن اسمع منك الحكايه ايه الموضوع ببساطه كده ان انا نشات لقيت نفسي في وسط اسره الاسره دي لقيتني وانا صغير فاكر ان هم لقوني في محطه مترو المطريه قعدوني معاهم شويه وبعدين ودوني دار ايتام خاصه في الدار اكتشفت ان انا كلنا اخوات طب فين ابونا فين امي لما ابتديت اروح الحضانه اكتشفت ان انا تايه من اهلي فدي كانت نقطه اللي انا عايز ادور على اهلي خدت دراستي عادي في في الدار جت سيده اعمال اسمها عبله السعيد دي تكفلت بمصاريفي وانا في الدار فهي ساعدتني يعني ساعدتني في دراستي لحد ما اتخرجت من من الجامعه تقدمت لزميلتي اللي في في الجامعه اهلها رفضوا انها ان انا يعني اكون ليها فين اهله فدي كانت مشكله بالنسبه لي طب انا كل ما اروح لحد هيقول لي فين اهلك فابت... وانت في الدار سالت نفسك اهلي مين اهلي فين كلنا كنا بنسال السؤال دوت فكان المدرسين يقولوا لي انتوا كلكم اخوات ما كانوش بيدونا اجابه هل عملت اي محاولات عشان توصل لاهلك وانت صغير؟ اه لا ما كانش يعني شايفين ان احنا كلنا اخوات في مكان واحد وده كان لما ابتدينا نكبر بقى ابتدينا نحس بالموضوع دوت يعني في في كلنا عندنا الحته دي عايزين نعرف اهلنا اكيد في حاجه احنا تهنا منهم اتخطفنا ايه اللي حصل؟ دي كانت نقطة عندنا كلنا عند كل اخواتي لحد دلوقتي الفترة دي ما حصلش أي موقف صعب اتعرضت له في المنفى لا هو مواقف كتير يعني مش موقف واحد في الدراسة مثلا كنت في مرة في فصل فجم قالوا عايزين أحمد علي والدته بره فكل الناس بيقولوا لي اطلع كلم والدتك فيا جماعة أنا ماليش أهل فكان في زميلي تاني اسمه أحمد علي فهو اللي راح ليه؟ لوالدته فدي كان موقف من ضمن المواقف اللي حزت فيا وأنا صغير في وسط أصحابي وكده بس لما كبرت اشتغلت محدش كان يعرف حاجه عني بقى مم. يعني بتا... وبعدين حصل ايه مفيش اشتغ... اتخرجت من الدار ابتديت اشتغل في وسط الناس ما حدش يعرف اي حاجه عن قصتي انا زي زيهم اهلي في البيت وشغال زي زي اي حد لحد ما تقدمت لزميلتي دي وما نصيب قلت بس انا اكيد ليا اهل ولازم ادور عليهم ففكرت في قصه السوشيال ميديا حطيت اربع صور ليا وانا صغير كنت خايف احط صورتي وانا كبير ليه اصحابي وليا ناس ما حدش يعرف عني الموضوع ده خالص لقيت ناس كتير بتتواصل معايا يعني مم. عائلات كتير تتواصل معايا فعملي زاد حطيت صورتي وانا كبير لما حطيت صورتي وانا كبير ابتدت الناس كتير دي صورتك وانت صغير دي الصوره أوه. اللي انت حطيتها على صفحه المفقودين اه دي, دي اربع صور دي حطيت اربع رساله أربعة. من ابني يبحث عن امه أوه. اسمي يعني احمد ويمكن ما يكونش اسمي انا احمد يا امي دي كل الصور اللي عندي وانا صغير واللي قدرت احافظ عليها طول سنين فراقنا على امل انك تعرفيني لما تشوفيها انا تاه منكم من اكتر من 20 سنه والناس اللي ربتني لقيتني في محطه مترو المطريه وفي علامه في ايدي مين بين صوابعي زي ختم بين الصوابع وعلامه تانية في صدري دي حقيقه دي بعد ما نشرت ده ايه اللي حصل آه الناس كتير اتواصلت معايا وكان في علامات انا عارفها ما خدش حطها على الـ على الـ في الـ على الصفحه يعني وكنت اسالهم بقى يعني ايه اللبس ايه الحاجات كانت الناس تقول علامات مش موجوده كتير كانوا يقولوا علامات مش موجوده فحطيت صورتي وانا كبير بعد ما حطيت صورتي وانا كبير خالي تواصل معايا برساله من من على الصفحه آآ آآ قال لهم المواصفات دي في حد تاهي من عندنا بنفس المواصفات دي م. فوصلوا بيا واتكلمنا انا هو واتساب عشان هو كان في السعوديه ساعتها فقال كل العلامات اللي انت قلتها دي هو الوحيد اللي قال علامات صح يعني انا اللبس ما كنتش قايل ايه العلامات اللي انت قلتها له او اللي انت عرفتها ما كانتش موجوده في اللبس, اللبس هو الوحيد اللي قال اللبس صح آه آه العلامه اللي في صوابعي علامات تانية قال قال في واحمه في رجلي انا ما اعرفهاش فبص لقيتها فدي كانت علامه من ربنا ليا ان الناس دول اهلي قبل ما اشوفه يعني قعدت طبعا سجدت سجده شكر لربنا وقعدت ابكي وقلت له لا العلامه موجوده وكلمته تاني يوم اتواصلت مع اهلي ووالدتي جت شافتني يعني وكذا انا عايز ابدا بقى يمكن هو بدا من جزء اللي هو يعرفه اه انا عايز ابدا من الجزء اللي هو اللي ما يعرفوش اللي معاكوا ازاي والله كان كله حزن خاصة من والدته. حد عيل طفل صغير تاه وهو عنده ثلاث سنين. تاه فين؟ ايه؟ تاه فين؟ في أسيوط. في أسيوط. إيه يعني الملابسات ايه اللي بتاعت انه تاه الملابسات ان دي قريه قريه صغيره في محافظة أسيوط مركز البداري. كان هم البيت بتاعهم ساكنين على النيل. مم. فطبعا فجأة اختفى وهو عنده ثلاث سنين ما بيعرفش يتكلم ولا يعرف اسمه حتى. فالناس فضلت تدور اول حدا هتدور عليها ان هو غرق في المية دورنا ايام وليالي وبعدين جاب دورتوا في المية ايه؟ دورتوا دورنا اه دورنا بك بامكانيات عاليه كمان والغواصين جبتوه اه م. رحنا من القريه في النيل لحد المحافظه م. لحد الخزان بتاع المحافظه ما لقيناش حدا في النيل م. فقدنا الامل فتره بدانا م. ندور تاني في القرى اللي حوالينا المجاوره م. لحد ما خلاص سنه مرت سنه في اثنين في ثلاثه كل ما حد يجي يجيب سيره الوفاه لوالدته ترفض تقول م. لا انا ابني عايش وهيرجع انا ابني عايش وهيرجع عندها يقين م. حد يقول لها انا شفته في اسوان تروح وتدور هي ووالده واحنا معاه حد يقول لها في القاهره في الهرم في الاسماعيليه هنا هنا ما فقدتش الامل لحظه احنا اسمه ايه محمد محمد عبد الله احمد علي طب والاب؟ عمل ايه؟ نفس القصة لحظة واحدة ازاي حضرتك؟ استاذ عبدالله الله ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا بيت اخبارك ايه؟ الحمد لله على كل حال الحمد لله على سلامة محمد ابنك الله يسلمك الله يبارك فيك يا بيت احكي لي احكي لي ايه اللي حصل من ساعه ما سبته لغايه ما الحمد لله ما لقيتوه والله احنا هو هو يعني ساعه متاه ما كانش يعني مدرك للحياه جو كان صغير ما خلناش مكان اللي مدورنا فيه يعني جبناها من من اسوان يمكن زي ما بيقولوا الاسكندريه يعني انت كنت مؤمن ان هو عايش على قيد الحياه طول السنين دي؟ اه الحمد لله يعني ثقتنا في ربنا الحمد لله ان احنا ما فقدناش يوم الامل ان احنا مش هنحصل عليه او هو او هو مات عرفت ازاي ان ابنك لسه عايش احكي لي والله هو يا ما يا ما يا ما كبر كده و, و, و نفسه فهو راح عمل مداخله مع مع الاستاذ احمد الدزاوي على صفحه المفقودين ايوه فده قاعد متواصل مع ال مع الصفحه امم في, يوم بنت يعني بنت خالة ابوه بنت خالة ابوه كان في ذاك الوقت عندها صفحه فرحت بلغ والد والدته ووالدته بلغت بلغت عمامه واخواله وقالت له انت فين؟ قال لها انا في العاشر من رمضان بعد آه بعد كده اتجهت آه والدته وخاله وعمامه برضه ليه في العاشر فاتجهوا كلهم وتقابلوا مع بعض آه. ورحت واتجمعنا حسيت بايه؟ ايه الشعور اللي جالك في اللحظه دي؟ حسيت بفرحة ما آه. تقدر يعني انت دلوقتي معاك ابن وبريع ابن وبريع ولقيته يعني شعورك لا تو... لا توصف يعني الشعور لا توصف م. يعني شعورك لا توصف ان عني... عن ان انت يعني بعد السنين ده كلها وتتحصل على ابنك يعني ما قدرش اوصف لك شعور شعوري وشعور والده واخواته والاهل كلها ورغم ذلك يعني كل القنوات كانت معانا وشافت الدنيا كانت عامله ازاي من الفرحه ومن البعده ومن الاحتفالات ومن كل شيء. مم. ما شكتش لحظه انك انت الامل اللي انت نازل من السعوديه ده بقى زي ما قلت لي انك انت اول ما عرفت الخبر نزلت من السعوديه على القاهره عشان تشوفه انه ممكن يكون الامل ده سراب وان في الاخر ممكن ما يطلعش هو والله انا يعني ما ما فقدتش الامل في ربنا خالص سبحانه وتعالى يعني انا دليل واحساسي ان ان هو ده دليل واحساسي ان هو هو ده ابننا يعني مش هو ده يعني احساس احساس الاب والام يعني ما حدش يحس بيه كان كهو حاسس بيه طيب عايز تقول لبابا ايه؟ يجي لنا بالسلامه يا <applause> جماعه عايزين نغير الورق يعني انا دلوقتي راجع الاهلي بقى اربع سنين سنين آه. انا اسمي محمد عبد الله احمد علي ده اسمي الحقيقي آه. الدار كانت مطلعالي شهاده ميلاد ثانيه باسم احمد علي مسعود احمد علي مسعود ده بتاع الدار مخلص مهندس كمبيوتر ومخلص جيش يعني انت عندك شهادتين ميلاد اه ومعايا بطاقتين فانا آه. عايز انقل الشهاده الجامعيه بتاعتي والجيش لمحمد عبد الله بتاعت والدي لان محمد انا لما تهت ما عملوش حاجه الشهاده موجوده زي آه. ما هي طالع فيها عامل يعني ما ولا دارس ولا عامل أي حاجة طيب ان... استنى أنا معايا خبر تاني معايا على التليفون الأستاذ أسامة الغنام المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة أستاذ أسامة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك معلش أهلا بحضرتك أبلغو...